مئات الوقفات الاحتجاجية نظمت لأسر الشهداء والجرحى في الأنبار. لم يبقى أمام هذه النساء سوى قطع الطريق للضغط على الجهات المعنية لإنصافهن بعد تقديم أبنائهن دفاعا عن الأنبار. يعني هاي 8 شهور صار إنه مقطوع رواتبنا، وتعرف الإيجار، تعرف المولد، تعرف المريض، تعرف الأمور حيل صعبة بهالوقت هذا. تأذينا حيل تأذي. والله هاي ناس أبرياء بس ما لهم أحد، إلهم الله إن شاء الله. كل شيء يعرفون، كل شيء يعرفون، كل شيء يعرفون. أنا مو مزود، أنا جاي عليك دا أقول لك أنا عندي شهداء، وأنت قارني بالدستور الشهيد له حقه، وتقولون الشهداء فوق الناس كلها والشهداء أفكامنا جميعا، هذا حكيكم كله مو صحيح. تعالوا شوف الناس. اعترافات خطيرة لشبكة تلاعبت بمعاملات تقاعدية وتسببت بهدر أموال طائلة، ما دفع المتضررين من الأنبار لمطالبة الجهات المعنية لإنزال أشد العقوبات بحقهم وإعادة الأموال التي تم سرقتها من خلال شبكات من الفاسدين. لزموها مجموعة كاملة واخذوها، هم مزورين يعني، بعد ما ظلت لهم حجج يطلقون الراتب مالتنا. كافي بعد والله ما ملينا من هالحياة هاي، ما لنا شيء. هم يطلعون يقولون يابا ما لكم شيء، حتى الواحد يقطع نفسه. 22 ألف عائلة شنو ذنبهم؟ أيتام أرامل يطالبون يناشدون برواتبهم، صار لهم سنتين. تكشفت المجموعة اللي كانت تزور والتزوير طلع للمسؤولين، وشفت المليارات اللي كمشتوها. عندكم مسؤولين بالسجن، حققوا وياهم، الهويات كلها تابعة لهم. المواطن ما له ذنب، المواطن ما يزور، ما عنده فلوس يزور. المواطن يريد حق، المواطن يريد راتبه. وتشهد محافظة الأنبار منذ أشهر حملة لفتح ملفات الفساد المالي والإداري من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة النزاهة، وأسفرت عن اعتقال متنفذين تسببوا بهدر أموال طائلة خصصت لعوائل الشهداء والجرحى في المحافظة. عامر محسن، قناة دجلة الفضائية، محافظة الأنبار.